مشاهدينا، وللحديث عن الانتقادات للبنك المركزي العراقي واستحواذ الميليشيات على الأموال العامة، معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بكم دكتور. اهلا وسهلا يا حبيبي، مساء النور. حياكم الله. يعني بعد فضيحة شركة عشتار ومصرف الرافدين، هناك وثائق جديدة تم الكشف عنها عن تمويل البنك المركزي لثلاثة مصارف أيضا تابعة لعلي غلام. على أي أساس يبني البنك المركزي سياساته بشأن الاقتراض؟ وهل تعطى هذه الميزة إلى المصارف الـ 72 الموجودة في العراق أيضا؟ في البداية طبعا أحييكم وأحيي كادر قناة الرافدين، ومن خلالك طبعا أحيي جميع مشاهدي قناتكم الموقرة. أهلا بك. الكلام طبعا حول هذه المسألة كثير، ومن المفروض أن يعامل البنك المركزي العراقي جميع المصارف بسواسية، لكن مسألة الفساد والمحاصصة الطائفية في العراق تلعب دورا كبيرا في سياسة البنك المركزي، ولذلك انه هاي عملية بنك الرافدين والمشكلة بينه وبين علي غلام وتعويضه 600 مليار مليون دولار، وبعدين علي غلام قام بإرجاع هذا المبلغ. يعني هاي عملية اول طبعا ليس محببة، وانما يعني غير اعتيادية وغير مرغوب فيها، وتعكس ضعف القطاع المصرفي بالعراق، وبالأساس ضعف بنك البنوك الذي هو البنك المركزي العراقي. من المفروض أن يسيطر على جميع المصارف وينظر لها على قدم وساق وبشكل متساوي، ولا يسمح بالتلاعب بعملية نافذة العملة وبيع الدولارات إلى هذا البنك أو تلك من خلال علاقات ومن خلال تأثير الأحزاب السياسية، وبالأساس المكاتب الاقتصادية التابعة لهذه الأحزاب. نعم. إذا المصارف جميعها لا تحظى بنفس الميزة التي ربما يحظى عليها أو تحظى عليها المصارف الثلاثة، أو مصارف ربما أخرى تحصل على قروض بدون أن تكون مستوفية لشروط الاقتراض. نعم صحيح صحيح. طيب، ولذلك ترى أنه التلاعب في مسألة ميزان في مزاد العملة، نعم، وبيع العدد المبلغ الضخم من هذه الدولارات إلى هذا البنك أو ذاك، إلى بوابة عشتار أو لغيره، نعم، زين، هذا دليل على أنه هذا البنك أو ذاك مسند من قبل هذا الحزب أو ذاك، شايف كيف؟ أو مسند من قبل مكتب اقتصادي تابع لحزب سياسي بالعراق. طيب، نعم. هذه الوثائق إلى أي مدى تهدد البنك المركزي العراقي بنفسه؟ وهل ما يجري بالفعل يسهم في تنظيم القطاع المصرفي والنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر، وهي أحد مهام البنك المركزي؟ يعني الوثائق هذه خطيرة، إلى أي مدى ستؤثر على سياسة البنك المركزي مستقبلا؟ ستؤثر بشكل سلبي على سياسة البنك المركزي العراقي، والذي يعتبر هو بنك البنوك. يعني هذا المصطلح مشهور بالعالم، بنك البنوك، يعني هو الذي يسيطر على اعمال كافه البنوك في اي بلد ما، البنك المركزي. ولذلك طبعا سوف يؤثر سلبا، وسوف يعكس صوره سيئه عن البنك المركزي العراقي وعدم ادارته الجيده لاداره البنوك الاهليه والمصارف الاهليه بالعراق. نعم. ربما هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن فضيحة تخص البنك المركزي في العراق وتحويل وتهريب الأموال إلى الخارج في مزاد العملة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد البنك المركزي. هذا يعكس كذلك ضعف الحكومة العراقية وضعف سيطرتها على البنك المركزي العراقي، وعدم وجود التنسيق بين وزير المالية أو وزارة المالية والبنك المركزي العراقي. وعندنا كذلك ديوان الرقابة المالية، ماذا هو دوره؟ نعم. المفروض أن يكشف جميع هذه الخروقات ديوان الرقابة المالية. طبعا هذه العوامل كلها تلعب دورا كبيرا في إضعاف الاقتصاد الوطني العراقي وتشويه صورته، شايف كيف؟ ومن ثم طبعا أنه الجمهور العراقي بدأ لا يثق بالبنك المركزي العراقي وبنوك الدولة التي هي بنك الرافدين وبنك الرشيد. طيب دكتور، هنا في هذا السياق يعني بسمعة جيدة داخل الوطن العراقي وحتى في الخارج. نعم.
في هذا السياق، يعني لماذا لم تكشف السلطات الحكومية تحقيقاتها للعلن بشكل شفاف وسط اتهامات لها بأنها مجرد يعني ظاهرة فيسبوكية كما يصفها بعض الشركاء؟ هل تكفي إقالة مدير مصرف الرافدين كإجراء ضد هذه الفضيحة الكبيرة والأرقام المهولة؟ لا طبعاً لا تكفي. علينا أن عندنا مصطلح الشفافية. نعم. على الحكومة العراقية أن تعكس كل شيء للشعب ولمجلس النواب العراقي ولكل المؤسسات، حتى يعني بإمكان طبعا الجمهور أن يعرف ماذا يحب العراق، طالما احنا نحن نعيش او في دولة تأخذ بالديمقراطية، إذن علينا أن نكشف كل ما موجود، هو أن نكشف الأوراق، لا نعتبرها سرا، يعني ما هو السر عندما السر يطلع من قبل مؤسسات أخرى والشعب لا يعرف. إذن هذا عندنا احنا مسألة انه كشف الحقائق كلها للشعب، سواء كان عن طريق الفيسبوك او عن طريق الإعلام. يعني عندنا مواقع إعلامية كثيرة بالعراق موجودة تنشر هذه الأخبار، ليس فقط بالفيسبوك، يعني هي ظاهرة فقط، ولكن لا يتم اتخاذ إجراءات حقيقية ومعاقبة او محاسبة المقصرين او المتهمين. طبعا من المفروض أن هؤلاء المقصرين والمتهمين أن يكشف عن أسمائهم ويتم معاقبتهم ويتم نشر هذا العقاب بالجريدة الرسمية عبر الإعلام. ولدينا والحمد لله أكثر من 50 قناة تلفزيونية، من غير طبعا الصحف والمجلات وإلى آخره والمواقع الرسمية. نعم، ونحن نشاهد هذه الفضائح المتتالية. لماذا تصر الحكومات أو السلطات الحكومية والنقدية على إبقاء مزاد العملة رغم كل شبهات الفساد؟ يعني استمرار المزاد، استمرار الفساد بهذا النمط إلى أي إلى أي مدى يمكن أن يقود؟ أسباب ثورة تشرين في 2019. نعم. لأنه هذا يشكل يعني ظاهرة سيئة جدا وظاهرة غير محبوبة، وهو أدى إلى تدمير الاقتصاد الوطني العراقي. عندنا كان سابقا ما يسمى مديرية التحويل الخارجي او مديرية الرقابة على التحويل الخارجي. هذه كانت تعمل بشكل جيد جدا وتابعة للبنك المركزي العراقي، ولا يتم التلاعب باي قرار من قراراتها، وهي التي تسيطر على كل شيء على البنك المركزي وعلى بقية المصارف العراقية الموجودة، سواء كان الأهلية او الحكومية. نعم. هل هناك ما يحد تحويل الأموال الى الخارج من ضمن السياسة النقدية في العراق؟ لا طبعا، هناك الكثير من الأموال تحول للخارج عن طريق ما يسمى غسيل الأموال إلى دول الجوار. يعني أحكي لك بصراحة، الأزمة الاقتصادية في إيران العراق قام بحلها ولا زال يحدين يساعد في حل هذه الأزمة. أحكي لك مسألة أخرى، أزمة البنك المركزي في لبنان، قمنا بتصدير نصف مليون طن نفط الى لبنان من اجل حل الازمه الاقتصاديه في لبنان. طيب لماذا لا نحل الازمه الاقتصاديه بالعراق؟ شعبنا العراقي ليس مستفاد من النفط العراقي ومن الثروه الوطنيه العراقيه، وانما يستفادون من عندها دول الجوار، ايران وتركيا ولبنان وهلم جرى. نعم، ونحن نتكلم عن ايران، يعني هل يحتمل الاقتصاد العراقي والنظام المصرفي في العراق أن يكون ممر لتخفيف العقوبات عن إيران مع وضع أكثر من مصرف في العراق على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب هذه التسهيلات والتلاعب التي تخدم إيران؟ طبعا لا، غير صحيح هذا. لماذا أنا قلت قبل دقيقة، لماذا نحن نساهم في حل الأزمة الاقتصادية في إيران؟ نعم، نشكركم الشكر الجزيل من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.